السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا على قناة فيلوسوفيا النجاح. في هذا الفيديو سنتحدث لكم عن الأمثلة من الواقع الخاصة بمفهوم الشخص، إذ سنقدم لكل محور أمثلة خاصة به انطلاقا من مجموعة من الفلاسفة. فالشخص والهوية باعتباره هو المحور الأول، سنقدم بعض الأمثلة التي تؤكد فكرة روني ديكارت، هذا بالإضافة إلى شوبنهاور وكذلك جول لاشولي. المحور الثاني هو المعنون بالشخص بوصفه قيمة، سنتحدث عن إيمانويل كانت وإيمانويل موني بالإضافة إلى جون راولز. أما المحور الثالث والأخير فهو المعنون بالشخص بين الحرية والضرورة، سنتحدث عن جون بول سارتر ثم باروخ سبينوزا، هذا بالإضافة إلى سيغموند فرويد. لنبدأ أولا مع المحور الأول وهو المعنون بالشخص والهوية. نحن نعلم أن لكل شيء هوية، أي ميزة وصفة خاصة تميزه عن غيره من الأشياء، والشخص أيضا لديه هوية، وهويته هي مجموع الصفات والخصائص التي تميزه عن باقي الموجودات الأخرى. وقد اختلف الفلاسفة في هذا الإطار، إذ نجد مثلا أن روني ديكارت يعتبر أن العقل هو أساس هوية الشخص. ما هي الأمثلة التي تؤكد هذه الفكرة؟ أولا يمكننا أن نقول بأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتميز بالعقل. علاش؟ لأنه ما كاينش شي كائن موجود في هذا الكون من غير الإنسان الذي يمكن اعتباره كائنا عاقلا، وبالتالي فهذا العقل الذي يتوفر عليه الإنسان يقوم بمجموعة من العمليات الذهنية. شنو كنقصدوا بهذه العمليات الذهنية؟ هي التخيل، الشك، التصور، الفهم، إلى غيره من العمليات الذهنية التي يتحدث عنها روني ديكارت. ولذا يقول: أي شيء أنا؟ أنا شيء مفكر. وما الشيء المفكر؟ إنه شيء يتخيل ويتصور ويشك ويفهم. إذن ما دام العقل يجعل الإنسان يقوم بهذه العمليات، فإننا سنعتبر العقل عند روني ديكارت ميزة تجعله يميز بين الصواب والخطأ. يأخذنا مثلا الدجاج، هل يميز ما بين الصواب والخطأ؟ لنفترض أنه لدي كلب وأكل دجاجة جاري، فهل يمكن أن نقول بأن الكلب يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ؟ هنا حتما الكلب لا يستطيع أن يميز. أما إذا كنت أنا هو الذي قمت بسرقة هذه الدجاجة، فإنه بواسطة عقلي يمكن أن أميز بين الصواب والخطأ في هذه الحالة. يمكنني أن أقول بأنني قمت بسرقة دجاجة صديقي، إذن هنا ميزت ما بين الصواب والخطأ. إذن العقل حسب روني ديكارت هو الذي يشكل أساس هوية الشخص. نشوف الفيلسوف الثاني وهو جول لاشولي، الذي يقول بأن أساس هوية الشخص يكمن في الذاكرة ووحدة الطبع أو المزاج. فالإنسان الذي لا ذاكرة له، هل يمكن أن يعرف الأشياء والموجودات؟ طبيعة الحال ما يمكنش يعرف. علاش؟ لأنه اليوم إذا قلت له مثلا هذا الشخص الذي نتحدث عنه هو جول لاشولي، هو ما عندوش الذاكرة، غدا واش غادي يبقى عاقل على جول لاشولي؟ بطبيعة الحال لا. إذا قلت له مثلا هذا الجهاز هو حاسوب، غدا سألته عن اسم هذا الجهاز، فهو لن يجيبك على الإطلاق. لماذا؟ لأن هذا الشخص ما عندوش الذاكرة. وبالتالي فالإنسان الذي يفقد الذاكرة كلية أو لا يتوفر عليها، هل يمكن أن يتذكر من هو؟ هل يمكن أن يعرف ما إذا كان إنسانا أو شيئا آخر؟ طبيعة الحال الذاكرة هي التي تجعلنا وتمكننا من معرفة ذواتنا ومن معرفة الأشياء المحيطة بنا. ولهذا يمكن أن نقول مع جول لاشولي بأن الذاكرة تمنحنا وتولد لدينا وحدة الطبع أو المزاج. ما معنى وحدة الطبع أو المزاج؟ فمثلا رأيت أبي قادما من السوق، هل سأبكي أم سأفرح؟ بطبيعة الحال سأفرح. لماذا؟ ظنا مني أن أبي اشترى لي شيئا من السوق. كيف تولد لدي هذا الشعور؟ تولد لدي انطلاقا من تجربة سابقة. هذه التجربة السابقة هي التي تجعل وحدة الطبع في دائمة، أو تجعل المزاج هو هو.
فبالذاكرة نعرف الفرح والسرور، نعرف الغضب والحزن، وبالتالي يتولد شعورنا الحالي من شعورنا السابق. إذن هنا كيوضح لنا جور لاشولي كيف أن الذاكرة ووحدة الطبع هما أساس هوية الشخص. انتقلوا للتصور الثالث، هو ديال آرثر شوبنهاور الذي يعتبر أن الإرادة هي أساس هوية الشخص. فالإنسان بصفة عامة كيف يقاوم المرض؟ يقاومه بالإرادة. هنا غادي نعطيكم هذا المثال. شحال من شخص كيكون مريض بالسرطان كيمشي للطبيب كيقول ليه الطبيب ما باقي لك إلا شهر تموت، ولكن ما ماتش في ذاك الشهر. وكاين واحد الشخصية شهيرة ذهب إلى مجموعة من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية فأخبروه بأن عمره لن يتجاوز سنة، لكنه تجاوز 100 سنة. وأثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ذهب فوجد جميع الأطباء الذين أخبروه بأنه سيموت قد ماتوا. إذن ما الذي جعل هذا الشخص يقاوم المرض؟ إنها الإرادة، يعني الإرادة هي التي تجعلنا نقاوم المرض، والإرادة أيضا هي التي تجعلنا أحرارا. إرادتنا هي التي تجعلنا نتخلص من القيود، الإرادة هي التي تجعلنا نشعر بأننا مستقلين وغير خاضعين لقيود المجتمع ولقيود الأشخاص الآخرين. الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا كانت لديه الإرادة. ما الذي يميز الإنسان عن الحيوان والجماد؟ الإرادة. هل للطيور مثلا القدرة أو الإرادة على تعلم اللغة الإنجليزية؟ هل للسمك الإرادة على الطيران؟ هل للنمل الإرادة في بناء ناطحات السحاب؟ لكن في مقابل ذلك الإنسان لديه الإرادة على تجاوز مجموعة من المعيقات ومجموعة من الصعوبات والتحديات وبناء مستقبل خاص به. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا المحور الأول، ننتقل إلى المحور الثاني وهو الشخص بوصفه قيمة. نشوفوا تصور ديال إيمانويل كانت. يقول إيمانويل كانت بأن الشخص يستمد قيمته انطلاقا من العقل الأخلاقي العملي، إذ ينظر إليه باعتباره غاية وليس مجرد وسيلة. أشنو بغى يقول لنا إيمانويل كانت؟ بغى يقول لنا أن الأخلاق هي التي تميز الإنسان عن باقي الكائنات الأخرى. الأخلاق هي التي يستمد الإنسان من خلالها قيمته. الأخلاق هي التي تجعلنا نحكم على أن الإنسان غاية في ذاته. فلا معنى ولا قيمة للعقل بدون أخلاق، ولا معنى ولا قيمة للإنسان بدون أخلاق، لأن الأخلاق هي التي تعطي قيمة للشخص. الأخلاق هي التي تجعلنا نعامل الشخص باعتباره غاية. هنا يمكن أن نقول بأننا نرى مجموعة من الأشخاص الأذكياء العقلاء يتصرفون بطريقة أقل ما يمكن القول عنها أنها حيوانية، وإن صح الوصف الحيوانات أفضل منهم. إذا خدنا مثلا عالم مع شخص عادي، العالم يستعمل علمه لقتل الناس، الشخص العادي يحاول إنقاذ الناس. إذن شكون اللي فضل؟ واش داك الشخص العاقل العالم الذكي، ولا داك الشخص العادي البسيط؟ طبيعة الحال هنا غادي نقولوا داك الشخص العادي البسيط. علاش؟ لأن أخلاقه تجعله يساعد الناس، الآخر عقله يساعده على قتل الناس. إذن هناك نلاحظ بأن هذا العقل الأخلاقي العملي اللي عند الإنسان هو الذي يدفعنا إلى اعتبار الإنسان كغاية في ذاته. ولهذا يمكن أن نقول بأن هذا العقل الأخلاقي العملي هو مصدر قيمة الشخص، وعليه نعتبر الشخص غاية في ذاته وليس مجرد وسيلة. لاحظوا، نعطيكم هذا المثال من داخل القسم. هذاك التلميذ اللي كيحسب راسه مطور وذكي وإلى غير ذلك، نهار الفرد شنو كيدير؟ ما كيجلسش حدا صاحبه العادي، كيمشي يبغي يجلس حدا المجتهد. علاش كيبغي يجلس حدا المجتهد؟ باش ينقل منه. إذن هنا هذا كيف ينظر إلى الشخص المجتهد؟ ينظر إليه باعتباره مجرد وسيلة. علاش؟ لأن هذيك التحرميات ديالو وديك القوالب وديك التطويرة هي التي دفعته إلى الجلوس
بجانب المجتهد. إذا هنا هذا الشخص هذا ما عندوش أخلاق، ولكن هذاك الشخص الأخلاقي اللي نهار الفرد كي يمشي يبعد من حدا صاحبه، علاش؟ حيت عارف راسه هو ما حافظش، ولا بقى حدا صاحبه عيبرزطو، أعطيني أعطيني أعطيني. إذا العكس ديال المثال الأول، علاش؟ أنه هنا ينظر إلى صديقه باعتباره غاية في ذاته وليس مجرد وسيلة. ننتقلوا للموقف الثاني، وهو موقف إيمانويل موني الذي يقول بأن الشخص ليس شيئا من بين الأشياء، إذ أن هذا الشخص يكتسب إنسانيته انطلاقا من عملية الشخصنة. فالإنسان ليس شيئا من بين الأشياء، الإنسان ماشي حجرة، الإنسان ماشي ممساحة، الإنسان ماشي سبورة، الإنسان ماشي تليفون، الإنسان ماشي مطرقة، بل هو كائن يسمو فوق باقي الموجودات والأشياء. كيف يسمو الإنسان فوق باقي الموجودات والأشياء؟ يسمو عليها من خلال عملية الشخصنة، التي نقصد بها عملية اكتساب الشخص للصفات والخصائص الإنسانية التي يسمو بها ويشكل نفسه باعتباره إنسانا. شنو المعنى ديال هاد المسألة؟ أنا نعطيكم هاد المثال هذا وغادي نفهمه. الإنسان قد يخطئ في كثير من الأحيان، وقد يتكرر الخطأ مرات متعددة، ولكن نعرف أنه من الخطأ يتعلم الإنسان. شوفوا حنا كاملين كنخطئوا وكنديروا الخطأ المرة الأولى والمرة الثانية والثالثة، ولكن من بعد كنستدركوا هذا الخطأ. كيف نستدركوه؟ يعني نتعلم. وكنقولوا في الدارجة اللي عدوا حنا اش كيخاف من الحبل، بمعنى أن انطلاقا من عض الثعبان له أصبح يخاف من الحبل. علاش؟ لأن الحبل كيشبه الحنش. إذن عندما سأتعلم من الخطأ سأكون قد تجاوزت أخطائي السابقة من خلال عملية الشخصنة، وهكذا دواليك حتى أحقق ذاتي باعتباري شخصا وليس شيئا من بين الأشياء. الحجرة كيف ما كتحطها كتبقى، السيلو كيف ما كتحطه كيبقى، ما كيتعلمش، ولكن الإنسان كيتعلم. الإنسان كيكتسب مجموعة من الصفات، مجموعة من الخصائص. هذه الصفات والخصائص هي التي تشكله باعتباره إنسانا، وعليه فالإنسان يستمد قيمته انطلاقا من عملية الشخصنة باعتباره شخصا وليس مجرد شيء من بين الأشياء. ننتقلوا للموقف الأخير، هو موقف جون راوز الذي يؤكد على أن الشخص يستمد قيمته انطلاقا من الدور الذي يقوم به داخل المجتمع. فقيمة الشخص حسب جون راوز قلنا تستمد من خلال الدور الذي يقوم به الشخص في الواقع داخل المجتمع الذي ينتمي إليه. هنا نقلوا الشخص من المجتمع للأسرة، شوفوا مثال ديال الأسرة وعاد نطلقوا المجتمع بصفة عامة. كنلقاو بعض الآباء يفضلون ابنا على ابن، ويفضلون بنتا على بنت، ويفضلون بنتا على ابن، ويفضلون ابن على بنت. لماذا؟ لأنه في هذا التفضيل توجد عناصر موضوعية. نقتصروا غير على هذا المثال. نفترضوا أنه لدينا توأمين، أسرة لديها توأمين يفضلون الطفل إكس على الطفل إيغري. هنا غادي نطرحوا سؤال، لماذا؟ مع العلم أنهم جوج ديال التوام، ولد ولد، زادوا في نفس النهار، خرجوا من نفس الكرش إلى غير ذلك، ترباوا في نفس التربية، ولكن من وصلوا مثلا للسن 8-10 أصبح الأبوين يفضلان إكس على إيغري. نقولوا علاش؟ لأن ذاك إكس مجتهد، مواظب، بار بوالديه، يقوم بمجموعة من الأعمال داخل المنزل الإيجابية. إذن سبب ديال التفضيل وهذا الدور الإيجابي ديال هذا الابن. هذاك إيغريك كسول، متهاون، مشاغب، بسخوط الوالدين، يضرب أخواته وإخوته الصغار، يعني دوره سلبي. إذن منين كيستمدوا هاد الجوج ديال الاشخاص القيمه ديالهم؟ كيستمدوها انطلاقا من الدور داخل الاسره. هنا نمشيو بصفه عامه ونوسعوا دائره هذا المثال. فبعض الاشخاص دورهم في المجتمع غائب او سلبي، لا يعرفون القيم بامور جيده يستفيد منها المجتمع. هؤلاء يمكن اعتبار قيمتهم قيمه منحطه. علاش؟ لانهم ما كيديروا حتى شي حاجه، زايدين في هذا المجتمع، بنادم زايد ما كيدير حتى شي حاجه، حتى شي نفع. ولكن في المقابل ديال هاد الاشخاص هادو، هناك مجموعه من الاشخاص يقدمون خدمات
وتضحيات كبيرة للمجتمع. هؤلاء يمتلكون قيمة عالية وسامية، ويتضح ذلك من خلال الأوسمة والتكريمات والشواهد التقديرية والترقيات في العمل. هذا الشيء كله هو تثمين لمجهودات هؤلاء. إذا خدنا مثلا الشرطة كيترقاو في العمل ديالهم نتيجة المجهود الذي يقومون به، الأساتذة كذلك، والأطباء والمهندسين والعمال والفلاحين. وانا غادي نتكلم لكم على واحد المثال ديال واحد الشخص إفريقي كان حارق، كنقولوا حارق يعني لا أوراق لا والو، مشى لفرنسا. واحد النهار ما عقلتش بالضبط واش كان واحد الحريق، المهم الهدف كان هو إنقاذ طفل فرنسي، فاحتفل الفرنسيون ومنحوه الجنسية الفرنسية. إذن كيف أصبح هذا المهاجر فرنسيا؟ انطلاقا من مساعدته، انطلاقا من إنقاذه لشخص بصفة عامة، سواء كان فرنسيا أو كان أمريكيا أو كان بريطانيا أو مغربيا، المهم أنه أنقذ شخصا، وبإنقاذه لهذا الشخص يعني قدم عملا جيدا للمجتمع. إذن نكون الآن قد أنهينا المحور الثاني، ننتقل إلى المحور الثالث وهو الشخص بين الحرية والضرورة مع تصور سبينوزا. يقول سبينوزا بأن الإنسان ليس حرا، لماذا؟ لأنه يخضع لمجموعة من الحتميات البيولوجية كأفعال الأكل والشرب بصفة عامة. فالإنسان عندما يشرب، هل هو الذي أراد أن يشرب؟ أم أن العطش هو الذي دفعه إلى الشرب؟ حتما العطش هو الذي دفعه إلى الشرب. الإنسان إذا حطيت قدامه الماء والعصير هو عطشان، هل سيختار الماء أم سيختار العصائر؟ حتما سيختار الماء. علاش؟ لأنه بيولوجيا الجسم العطشان يحتاج إلى الماء أكثر من العصير. والإنسان الذي يشعر بالجوع الشديد إذا قدمت له الخبز والحلوى، هل سيختار الخبز أم سيختار الحلوى؟ سيختار الخبز، واختياره هذا نابع من حتمية بيولوجية، يعني اختياره ليس اختيارا حرا، ولكن هو اختيار مبني على حتميات بيولوجية. كون ما كانش الجوع ما ياكلش الخبز، كون ما كانش العطش ما يشربش الماء. وحتى الإنسان كما كيقول باروخ سبينوزا، الترتار هل هو الذي يختار الكلام؟ لا، وفعل الترتار هو الذي يجبره على الكلام. واحد ترتار اختبره، قول له إذا سكتي مثلا ساعة نعطيك 100 درهم، ما غاديش يقدر يسكت. وإذا تكلم ماشي هو اللي يبغى يتكلم، لا، حتمية بيولوجية. الترتار فعل طبيعي ولد به الإنسان، وبالتالي فالإنسان ليس حرا في أفعاله وسلوكاته، حتى النوم والاستراحة والاستلقاء والاستجمام. واش الإنسان هو اللي كيبغي ينعس، ولا التعب هو الذي دفعه إلى النوم؟ النوم حاجة بيولوجية، إنسان ضروري وطبيعي خصو ينعس، وبالتالي ماشي هو اللي كيختار ينعس، هذه الحتمية البيولوجية هي التي تدفعه إلى النوم حسب باروخ سبينوزا. نشوفوا التصور الثاني وهو تصور جون بول سارتر الذي ينظر إلى الإنسان باعتباره مشروعا، وحريته مرتبطة بالمسؤولية. فاختيار المستقبل الشخصي للإنسان، سواء ارتبط الأمر بالدراسة أو العمل أو الزواج أو الإنجاب أو السفر إلى غيرها من الأفعال، إنما هي بمثابة مشروع يبنيه الإنسان، وهذا المشروع يتجه فيه الإنسان إلى بناء شخصية مستوية ومستقيمة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع، إما أن يكون عالما أو فيلسوفا أو مفكرا أو طبيبا أو شرطيا أو فلاحا أو مقاولا أو جنديا. إذن من الذي اختار؟ الإنسان هو الذي يختار، وهو الذي يجب عليه أن يتحمل مسؤولية اختياره. فمثلا إذا كنت عالما، وأنا عارف الضريبة دي أنك تكون عالم شناية، ستلقى مجموعة من الانتقادات ولمجموعة من الاتهامات إلى غير ذلك. ولكن الإنسان هنا بما أنك اخترت أن تكون عالما، فيجب أن تكون مسؤولا عن كونك عالما،
وبما أنك اخترت أن تكون شرطيا فيجب أن تكون مسؤولا في مهنتك، وبما أنك اخترت أن تكون فلاحا فيجب عليك أن تكون مسؤولا عن فلاحتك. في مقابل ذلك يمكن للإنسان باعتباره مشروعا أن يتجه نحو بناء شخصية منحرفة تؤثر بشكل سلبي على المجتمع، ككونه عنيفا وعدائيا أو لصا أو مجرما أو سجينا. وهنا الإنسان كيتحمل المسؤولية ديالو. إذا كنتي عنيف وعدائي كيخصك تحمل المسؤولية ديال هاد الأفعال ديالك. إذا كنتي لص كيخصك تحمل المسؤولية ديال الأفعال ديالك. إذا كنتي مجرم كيخصك تحمل المسؤولية ديال الأفعال ديالك. إذا هنا الإنسان حسب جون بول سارتر هو حر في اختياراته، حر في أفعاله، حر في أفكاره، ولكن وراء هذه الحرية تكمن المسؤولية. نشوفوا التصور الثالث والأخير وهو لسيغموند فرويد، يعتبر فيه أن الإنسان ليس سيد أفعاله وأفكاره. لماذا؟ لأن الإنسان باعتباره بنية نفسية فهو يتكون من ثلاثة عناصر، اللي هي الأنا باعتباره هو الجانب الواعي في الإنسان والذي يشكل شخصية المرء في أكثر حالاتها اعتدالا. الجانب الأول هو الجانب الواعي في الإنسان اللي كيشكل الشخصية ديال الإنسان. الجانب الثاني هو الهو اللي كنعتبروه مجموع الغرائز والرغبات المكبوتة التي لم يتم إشباعها. وهذا الهو هذا فيه جوج ديال الأطراف، ولكن يتشكل من عنصرين، عنصر فطري طبيعي وعنصر مكتسب. إذ أن هذا الهو يعمل وفق مبدأ اللذة وتجنب الألم ولا يراعي المنطق والأخلاق والواقع. أنا من بعد غادي نشرح لكم هذه المكونات والترابط ديالها بثلاثة. المكون الثالث هو الأنا الأعلى اللي كيعتبره سيغموند فرويد شخصية المرء العقلانية، وهو مجموع القيم الأخلاقية التي اكتسبها من المجتمع، وهو مثال يتوجه نحو الكمال على عكس الهو. ما معنى على عكس الهو؟ الهو يسعى إلى تحقيق اللذة وتجنب الألم ولا يراعي المنطق والأخلاق. الأنا الأعلى لا، يراعي دائما المنطق والأخلاق والواقع. كيقول سيغموند فرويد بأن الأنا هذا في نوال يسميناه الجانب الواعي في الإنسان، إن الأنا مضطر إلى خدمة ثلاثة من السادة الأشدة، وهم العالم الخارجي والهو والأنا الأعلى. هذا الأنا هذا الدور ديالو شناهو؟ هو يطيع الهو. كيفاش غادي يطيع الهو؟ يحقق ليه اللذة ويجنبه الألم. كيفاش يحقق ليه اللذة ويجنبه الألم؟ مثلا الفلوس كتحقق اللذة وكتجنب الألم. بغيت الفلوس، الهو كيقول أنا بغيت الفلوس ولكن أنا ما خدامش، منين غادي نجيب الفلوس حسب الهو؟ غنمشي نسرق؟ يا ما كنراعيش المنطق أنا، وما كنراعيش الأخلاق، وما كنراعيش الواقع. إذا فعل السرقة هنا ماشي فعل نابع من الأنا، نابع من الهو. علاش؟ لأن الهو الهدف ديالو شناهو؟ هو تحقيق اللذة وتجنب الألم. ولكن في مقابل ذلك الأنا الأعلى باعتباره هو مجموع القيم الأخلاقية كيقول الأنا حباس بلاتي، ميمكنش تسرق. علاش؟ لأنه يجب علينا احترام القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع. السرقة حرام، السرقة فعل لا أخلاقي، السرقة فعل قادر، لا يجب علينا أن نسرق. إذا الأنا شنو كيدير هنا في هذه الحالة؟ كيبقى مضطر ومضطرب ويتأرجح بين مطلبين، واش نسرق ولا ما نسرقش. وهذا هو اللي كنسميوه الا بغينا نتكلموا بلغه دينيه، هذا الهو هو الشيطان. دائما الشيطان كيقول الذات اللي هي الانا، الذات هي الانا. هذا الشيطان دائما يغوي الذات. باش كيغويها؟ يزين لها المصائب، يزين لها المناكر، يزين لها كل ما هو سيء لكي تسعى هذه الذات الى تحقيقه. ولكن في المقابل ديال هذا الشيطان هذا اشنو كاين؟ كاين الفعل الاخلاقي، كاين الضمير، كاين الله، كاين الملائكه، كاين القيم اللي هي كنسميوها النفس اللوامه. وهذا الهو هو النفس الاماره بالسوء، وهذا الانا هو النفس المطمئنة. كتكون النفس جالسة ما عليها ما بها،
كيجي هاد النفس اماره بالسوء اللي هو الهو نوض يلاه نمشيو نديرو والنفس نوض يلاه نمشيو نسرقو والنفس نوض يلاه نمشيو نزنيو والنفس نوض يلاه نمشيو نضربو فلان والنفس نوض يلاه نمشيو نكميو والنفس نوض يلاه نمشيو نزنيو والنفس نوض يلاه نمشيو نسكرو والنفس نوض بالتالي هاد النفس الاماره بالسوء هي التي تزين للنفس المطمئنه هاد العناصر وهاد المكونات الى غير ذلك. ولكن في مقابل هاد النفس الاماره بالسوء كاين النفس اللوامه. ما معنى النفس اللوامه؟ اي ان هاد الانا الاعلى اللي هو الضمير ولا النفس اللوامه تلوم الانا على الافعال السيئه التي يخطط للقيام بها. يا نفس لا تسرقي، يا نفس لا تدخني، يا نفس لا تزني، يا نفس لا تكذبي، يا نفس لا تعتدي على الآخرين. يعني لاحظوا كيفاش أنه هذا التشبيه هذا الديني ينطبق على مكونات الجهاز النفسي عند سيغموند فرويد. إذن هنا النفس دائما تكون في هذا الصراع والشنآن والجذب بين الهو من جهة والآن الأعلى من جهة أخرى. ولهذا يقول سيغموند فرويد الإنسان ليس سيد أفعاله وأفكاره. علاش؟ لأنه الآن ماشي هو الذي يتصرف، هذه النفس هذه ماشي هي التي تتصرف، وإنما تلبي رغبات ومتطلبات الهو وتمتثل لأوامر ونواهي الآن الأعلى. إذن هناك يتبين لنا أن الإنسان مع سيغموند فرويد ليس حرا. يعني هكذا نكون قد أنهينا الأمثلة من الواقع الخاصة بمفهوم الشخص. ما بقي لي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.